نطلع نشوف تقرير عن رأي جمهور النادي الأهلي أو رأي جمهور مصر في استبعاد محمد مجدي أفشة ومحمد شريف، وبعد كده هنقفل الموضوع ده ونرجع بقى نتكلم مع حضراتكم مرة تانية في بقية المواضيع. وعندنا سؤال هنحطه لحضراتكم لما نرجع، إيه رأيكم في استبعاد محمد مجدي أفشة ومحمد شريف؟ وهقرأ لحضراتكم في آخر الفقرة كل آراء حضراتكم بعد ما نطلع نشوف هذا التقرير. أنا شايف إن اختيار القائمة تم بسرعة يعني شديدة، وإن المدير الفني الأجنبي لسه ما يعرفش لعيبة المنتخب كويس، وعملية استبعاد محمد شريف وقفشة طبعا دي حاجة سلبية طبعا هتأثر على قوام الفريق. وأنا شايف إن الاتنين دول طبعا، أنا محمد شريف هداف مصر الأول والنادي الأهلي، فعملية استبعاده طبعا كانت غريبة جدا، وقفشة طبعا لاعب محترم جدا وما شاء الله الكل بيشيد بكفاءته، فبرضه استبعاده طبعا ده برضه كان محل يعني علامه، بيدي علامه استفهام كبيره. اختيار المدرب هو عارف كل لاعب بيعمل ايه بالظبط، كويس كده؟ اذا كان على شريف وقفشه هم اصلا موجودين عليهم اجهاد زياده، وكان واضح في مباراه الاهلي. احنا بنتمنى ان هم يكسبوا باي حد، بس يعني كل حاجه وليها سبب، انت هتكسب ازاي وانت واخد ناس يعني ما تقدرش تعمل 200 متر في الساعة ونص، وفي ناس ممكن تعمل 9 و10 كيلو في الساعة ونص، فازاي هتكسب بايه؟ بمين؟ والله يعني حاجة ما كانتش لا على البال ولا على الخاطر، ولا حد ابدا اتوقع ان هو يعمله، لحتى ما خلهمش يستعين بيهم كاحتياطي حتى. والقائمة عليها تحفظات طبعا، بس انا رأيي اي حاجة تخص المنتخب نتكلم بعد الماتش وندي المدرب فرصته. ايه طبعا نتمنى يكون في ناس احسن من كده موجوده، بس اللي يمثل مصر كلنا معايا يعني. مشيت قفشه ومشيت محمد شريف، ايه انت بتاخد مصطفى محمد دي؟ احنا بقول ربنا يعني يستر ونغلب الماتشين، اللي انا اقوله ده الكلام ده، لكن هو عاوز تعديل تاني ويفكر من جديد تاني وقيم اللعيبه زي ما انت قيمت محمد شريف وقفشه، قيم اللعيبه التانيه. طبعا بنتمنى التوفيق ان شاء الله للمنتخب، ماتشين صعبين وحجر زاويه زي ما نقول ان شاء الله في وصولنا لكاس العالم، بس طبعا كاهلاوي طبعا يعني في مش عارف بقى دي توازنات ولا ايه، بس طبعا استبعاد شريف واستبعاد قفشه وبرده احمد ياسر ريان ثلاثه علامه استفهام كبيره، في انضمام لعيبه ثانيه المفروض ما كانتش تنضم في المرحله دي على خلفية آخر ماتش، ما يعني الموضوع ما أعتقد أنه كان محتاج ناحية تأديبية أو إجراء يعني أعنف من كده، إنما في الآخر نتمنى التوفيق للمنتخب. وطبعا ما أعرفش استبعاد يعني أحسن صانع ألعاب في أفريقيا وهداف أفريقيا والدوري علامة استفهام كبيرة، ما إحنا كجمهور أهلي مش فاهمينها.